مبروك يا جماعة تأهلكم للمرحلة الأخيرة من البرنامج. دلوقتي بقى الدور جه عليكم. إحنا كلجنة تحكيم دورنا انتهى خلاص، الدور الباقي بقى على مجهوداتكم وتصويت الجمهور. أنا آسف بحضرتك، يعني أنا مش فاهم بالظبط المفروض إيه اللي يحصل في الموضوع ده. أستاذ عبد الحفيظ، حضرتك أنت ومتدسر ابنك هتطلعوا على المسرح تعملوا شو، وفي الآخر زي ما قلت لحضرتك إحنا كلجنة دورنا انتهى، تصويت الجمهور هو المهم، ولو عوزتوا طبعاً مننا أي مساعدة إحنا تحت أمركم. طب معلش، يعني هو هيبقى عبارة عن إيه يعني الشو ده؟ يعني تاخد بنتك كده وتتفقوا هتعملوا إيه على المسرح وتقدموا لنا شو، وإحنا هنحكم مع تصويت الجمهور، وتصويت الجمهور ده مهم جدا. يلا يا جماعة بقى عشان الوقت أزف، عشان ما تتأخروش. دي اللحظة اللي احنا نستنيينها. يلا دالي دالي. اوكي، نعمل الشو اللي احنا نفسنا نعمله من زمان. يا أستاذة كرنك، أستاذة كرنك بعد إذنك دقيقة. نعم. كنت حابب أتكلم معاكي في حاجة. يعني احنا قدر ربنا ان احنا نوصل لنهائي المسابقة، معرفش ازاي، كنا فاكرين طبعا ان احنا هنصيف بس هي مشيت حلاوة بقى ولقينا نفسنا في النهاية. مش فاهم بصراحة ممكن ايه. قالوا لنا لازم نعمل عرض، فهل ممكن نروح نجيب سوسيس من السوبر ماركت اللي عليه عرض ونقدمه، ولا ده يبقى مش تمام معاك؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا هكلم الولد الصغير يمكن بيفهم. بص يا زيكا يا حبيبي، انت وباباك او اللي عامل فيها باباك هتعملوا عرض على المسرح، والعرض ده هيبين علاقتكم ببعض وشخصيتكم. بس انا اعتقد ان انتوا هتخرجوا، لان العرض ده محتاج كده صدق ومشاعر، ودي حاجه مش عندكم خالص الحقيقه. عن اذنك عشان عندي شغل. شوف، كلمنا كده ليه؟ تعالى، ايه الحوسه اللي احنا وقعنا فيها دي؟ يا نهار اسوح، احنا عاملين بالظبط زي نادي انبي لما بيوصل لنهائي كاس مصر، يبقى فاهم ان هو هيطلع وفجاه يلاقي نفسه ايه، هيلعب الاهلي. يا دي النيله السود. ولا فاكر الشعر اللي انت كنت كاتبه في الكراسه الخضراء؟ الكراسه دي فين؟ معرفش. تعرفش ايه؟ انت تيجي تقب وتختص تجيب لي الكراسه دي. يلا اجري اجري. انا خلاص يلا لقيتها في الكراسه دي، وهنعمل احلى شون. شون ايه؟ انت هتقعد تذاكر لي في الحفله؟ يا ابني مش هذاكر لك، انا عايز اللي مكتوب جوه الكراسه دي. انا هفرجك بس اتك على الصبر. شوف بقى منير بيحدف علينا طوبة، عايزنا نتعور قبل المسابقة. أنا شفيق يا مختار، أنا شفيق. إيه ده إيه ده؟ ولا أمن لي ظهري ياه، أمن لي ظهري ياه. أنت إيه اللي جابك دلوقتي وإيه اللي جابك الساعة دي؟ ما أنا عمال أكلمك تليفونك مقفول. ما التليفون سقط مني وقع في إيد كارنك وقرت الفويزات. بتسلمني يا شفشق؟ يا عم أسلمك إيه، ما أنت اللي كنتش بترد. المهم دلوقتي في مشكلة أكبر. في إيه؟ اللابتوب اتسرق. طب ويا عم هو كان بتاع ابونا ما في 60 ده، احنا خدنا عليه الفيديوهات وادي فيديوهات. ايه الفيديوهات دي؟ مش مهمه خالص، ده طلع عليه بلاوي متلتله تخص رجل اعمال كبير اسمه مأمون النشار. يا نهار تين، ده ابو كارنك. طب ومين اللي سرقه؟ ابوك هو اللي سرقه، خده وراح اداهوله واستلم تمن. ابويا ده جاي في اي نصيب ابويا ده، يلا عشان يحل عن دماغي وما ياخدش مني فلوس الجايزه. يا عم انا عملت اللي عليا وبلغتك، انا ماليش دعوه بقى كده بحاجه تاني، ما طلبتنيش معاك في حاجه، انا راجل تايم ماليش دعوه. سامحني. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.